عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ماليكم؟ مش نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير كوم دابيتود حبيباتي. وصفة بزوج بيضات، وصفة جد اقتصادية، مكوناتها موجودين في كل بيت. والله يا البنات هذه الوصفة غير طلعوها باش نتوما تستفادوا، حبيباتنا كل يستفادوا. شوفوا يا البنات وش فيها الوصفة نتاعنا. فيها زوج بيضات، فيها نص كاس زيت، نص كاس سكر، كاس عجو، وزوج كيسان فرينة، زوج خميرة، وزوج فانيليا. هذه الوصفة نتاعنا تاع اليوم. تجي طرطة الله الله، ترفع الراس سواء ليك لوليداتك للضياف لعياد الميلاد. شوفوا واش تحبي ديريها. بالمناسبة يا البنات هذه درتها في لو مول نتاع 22 سنتيم، 22 سنتيمتر. ودك نتبعوا الوصفه مع بعضنا حبيباتي. طلعت البيض هذاك حتى ضعف الحجم نتاعو، وبعدها بديت نضيف السكر تدريجيا تدريجيا حتى كملته، حتى بيض لي الخليط. ودركا راني نزيد نضيف الزيت هذاك تدريجيا لهنا حبيباتي. في هذه المرحله سي بون، نحي خلاص عليا الباتور، نحط الكاس نتاعي نتاع الجو. بيان سور يكون بدرجه حراره الغرفه، ما لازمش ديروه بارد الكاس تاع الجو. وانا خيرت الجو يكون جو دورانج يا البنات. لهنا تحب ديري جو نورمال، انا لهنا عصرته يا البنات، انا عصرت التشينه وحطيته لهنا. حبيباتي واش زدت؟ اضفت كاس نتاع فرينه مع زوج اشكاير نتاع خميره كيميائيه. شوفوا لهنا باش نجبد الصفايه الكبيره، ضرحت يا البنات باش نجبدها. المهم لهنا شغلت المخيخ تاعي ودرت برك هكا وخلاص، ما تضحكوش يا البنات، حتى هبطت لي الفرينه. قولوا لي نحط بشويه، انا رحت حطيت الكاس الكل. المهم يا البنات، والكاس الثاني نقص منه قس ملعقه. الملعقه هذيك واش راح نديرها؟ نعوضها نيشا. صافي زوج كيسان، الكاس الثاني نقصي منه مغرفه حطيها نيشا. وهذه يا حبيباتي باللهنة بالفوي بركة راح نخلط المكونات نتاعي. راح نضيف اللهنة تاني كذلك، كل شيء لازم كي تغرب لي حبيبتي، كل شيء. انا الفرينة تاعي راهي مغرب، لو شيء كي قعدت مدة راهي زيت تعاود تتكدس، لازم كي تعاودي تغرب ليها مش يجيك خفيف. الكيك تاعك هذاك ولا المسكوتة هذيك تجيك خفيفة. لان حبيبتي المسكوتة هذي والله ما تقدروا تيماجيني، والبنات حزيماش تجي بنينة وهشيشة بدرجة ما تيماجيني وهاش. يعني جربوها حبيباتي، خي يقول لك التجربة خير دليل. وانا ديما ماني ما نحبش نشكر بزاف الحاجة اللي نديرها، نحبكم ديما تجربوها. وانا والله لهنا هاي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش، يكون مش متوفر عندك الحليب، ديري بالجو. ما عندكش الجو ديريها بالماء، ديري كاس ما. ما عندكش الجو ديري كاس ما وساليني بخير. هاي ولات اقتصادية اكتر واكتر. ديري نص كاس سكر، نص كاس زيت، كاس ما، وزوج كيسان فارينة، وزوج بيضات، وديري بالخطوات اللي درتهم لك وارواحي سالي اختك بخير. وراح تولي تشكريني على الوصفة هذه نتاع نهار اليوم. البنات حبيباتي لهنا الفور تاعي كان شاعل لي على 180 درجة على الأقل، كي تبداي ديري قبل لا تبداي شعليه، المهم يكون بربع ساعة ولا بنص ساعة شاعل قبل. وحطيه، أنا كي نحطو نقص شوية نديرو في 170 160، وخليها طيب في غرضها، تحمر لي من الفوق ومن التحت. نحطها لهنا، حطيتها في الفريجيدار يا البنات باش تزرب تبرد لي. ورحت درت الشانتيي نتاعي. الشانتيي بالنسبه للشانتيي انا درت شي تبع 20000 يا البنات، حوالي كاس تاع شانتيي مع كويس ناقص شويه تاع ما، لان الشانتيي انا ما نديرش فيها لا، ما نحطش نفس الكيل، ديما نحاول نقص الماء على الكيل تاع الشانتيي باش تجيني مليحه القوام نتاعها. وهذه يا حبيباتي. والتزيين درتو جد بسيط، عندي شويه كاوكاو وعندي شويه شيكولا فضلت لي من لاطاغ تاع الخطره اللي فاتو، كنت محطتها في الكونجيلاتور حبيباتي، اني ما درت والو. تسمع غير الشونتيي هذاك واش درتها للتزيين، وشويه كاوكاو مرحي. ولا هنا تقدري ديريها باللوزيفيلي، وهذا هو الصحن. اني جد 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 سعيده حبيباتي، جد جد سعيده بهذا الصحن نتاعي. اني زربت درت لكم طارت غير باش نجرب الصحن نتاعي كيفاش نزين به. المهم برك اني نضحك برك مش عليا. بصح والله بزاف بخاتيك، عجبني بزاف. ننصحها تاني اللي تحب دير لي طاخت كيما انا، وتحب الله الله للكوزينه، تحب الكوزينه لازم هاد تشري واحد. وهذه يا حبيباتي بالمناسبه الناس اللي ما شافونيش، ما شافوش الفيديوهات السابقه تاعي شحال شريت هذا الصحن. شريته 175 من عند القناعه اللي في المدينه الجديده،
في بلاصه اللبايا تاع البلاستيك، راهو ب 175 الف عندهم. وهذه يا حبيباتي اللي هنا، شوفوا هذه مجات خفيفه، الله يبارك شهيدكم في الجنه حبيباتي. هذه تقدري ديريها وتحشيها غير بالمعجون وتغلفيها بالمعجون، وشهيه طيبه ما تعيي روحك ما والو، بزاف بنينه. تحبي تخليها كيما هكاك وتقسميها ديريها دي مورسو، تجيك تاني بنينه. واش هي انا زياده البنه بنتين وبزوج عظمات الله، الله ديري طارت. انا جو بريفير نديرها كنزينها لولادي، لان العين تاكل قبل الكرش قبل الفم. الا هنا كيما قاعدين تشوفوا حبيباتي بالشانتي لهنا، ما سقيتها ما والو لانها تجي بزاف خفيفه، بزاف بزاف خفيفه وهشيشه كيما نقولوها، مبلوله من الداخل لانها فيها الزيت. كيما على بالكم باللي الزيت وديجا حطينا فيها الجو هذاك، ديجا يجي مبلوله يعني ماشي ناشفه ماشي شايحه. الا هنا حبيباتي كو قاعدين تشوفوا الصحن كيفاش اولي لي نهز الطارطه كون وندورها، الكيكه تاعي هذه وندورها، هاو بالصحن هذاك ولا بزاف بخاتيك يا البنات. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، روعه روعه الخدمه به. ما زلتني نزيد نوالف نوالف ونزيد تخفف يدي، خلاص عليه حبيباتي، نولي لكم من هنا بروفيسيونيل. اصبروا برك. المهم يا البنات حتى نتوما ثاني جربوها، راني قلت لكم ان شاء الله نديروا فيسبوك باش توليوا الوصفه اللي تجربوها تبعتوها لي تما. انني عندي ناني قجور فيسبوك، بصح ماذا بيا باجا خير باجا، عندي باجا في فيسبوك مسميتها امهات ايجابيات، ان شاء الله بالك حنبارطاجيها معاكم. ورمضان هذا نطربقوها لتما، لازم شوفوا الوصفات اللي نديروها نحطوها لتما بربي ان شاء الله حبيباتي. اصبروا برك، ولا غير مديره بزاف لي بروغرام في راسي، وربي وتسهيلوا ان شاء الله كل شيء بالتسهيل تاع الله. ماذا بينا كيما نقولوها احنا مع بعضنا، الانسان الشيء اللي نقدر عليها راني نوصله لكم. وسورتو يا البنات والله الصدق والمصداقيه، حاجه كي تنجح لي نقولها نجحت لي وعجبتني وغير ديروها، وحاجه كي ما تنجحنيش نقول لكم سي با لا بين ما زيدوش تعاودوها، لاني شغل الانسان ما يحبش الخساره. سورتو وحده كي تجرب حاجه اول مره بعدو ما تصلحلهاش صدقوني تكره الكوزينه. ماذا بيا هذه كي تجربيها من اول مره راح تنجح لك. هاي اختي هاي ناضي، قفضي على دريوعاتك، حطي زوج بيضات، الله الله، نص كاس زيت، نص كاس سكر، وكاس حليب، كاس ماء، كاس جو اللي عندك. ما تقولي ما عندي ما والو، تقدري تعوضيه ما عطيت لك الحلول، وديري الخطوات اللي درت لك. التزيين هاهو حبيبتي جد جد بسيط، درت لي غوساس بالكريم شانتيي، حطيت الشوكولا هذه كانت عندي في الكونجيلاتور، هذه لهنا شغل دايرتها بالحليب، شوكولا والحليب. شافوا هي كيلا شوكولا، ربع كيلا حليب، وملعقه تاع زيت. هذه هكا مديرتها، فضلت لي على الخطره اللي فاتت، سخنتها برك يا البنات وعاود صبيتها من الفوق وخلاص. وهذه هي. اما لو توغ تقدري ديري باللوزي فيلي، تقدري ديري بالجوز، تقدري ديري بالكاوكاو. انا البنات درت الكاوكاو، كان عندي مرحي في الدار درت به. ولا هنا التزيين جد بسيط، حطيتها في الكونجيلاتور شويه برك، ها جمدت لي هذيك الشيكولا وقسمتها معاكم يا البنات. وحطوا لي في لي كومونتير واش رايكم فيها، قولوا لي واش رايكم، قولوا لي كثرتينا من الهضره بزاف ولا تلمو بنينه برك يا البنات. وعلى بالي بلي مكوناتها راهم بزاف بسيطين، وزيد بزايد يا البنات، وعلى بالكم بلي لا جينوس تدي البيض ميني، يعني ميني طاخت راهي تدي لك 6 بيضات، وشوفوا هذه راهي بزوج بيضات. وكما على بالكم باللي البيضه راهي ولات البلاكه ب 70 الف، انا نشريها هذه، يعني راهي شبه اقتصاديه. ولا هنا حبيباتي نقول لكم ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر، وتبعوا تشوفوا كيفاش قسمتها وكيفاش جات من داخل، شهيتكم في الجنه ان شاء الله حبيباتي. جربوها والله ماكم حين تندموا عليها، وراحين توليو تعتمدوها سواء لضيافكم سواء ليكم سواء لوليداتكم. دعاوي الخير برك حبيباتي، مع السلامه.